الوطنية نيوز، الواقع من المواقع. تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي، سببت هلع وسط مربي المشية. قام عناصرها بعدة عمليات سرقة للأغنام في كل من البلديات 70 تسنينة وعين زريت. بعد تكثيف التحريات والتنسيق بين وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تفتيش عدة مزارع. بعد استدعاء ضحايا تعرضوا لسرقة الماشية سابقا، تم استرجاع 100 رأس من الغنم والتي تم تسليمها إلى مالكيها، وتوقيف 8 أشخاص مسبوقين قضائيا مع حجز وسيلة النقل المستعملة في الجريمة. سيتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق. يا أخوي، هذه الغنم اللي قبضوني في القيطون، كتفوني بالسلك وبطوني وعذبوني. أزيدوا صاب القلم في خبروه، قالوا هذه قلم تاع عبد القا، هيا وراهم كتفلي، هيا جا الحق كثر خيره، جا بيه بالفرقه تاعو شاف كومباني، وجاو جراو معايا ووقفوا معايا، هيا وقبضوا قبضنا القلم الكيبير اللي هذه 23، وعاودوا ثاني راه جابوا لي هذه عاد 30 ولا 40، جابوا لي الباقيه الاخرى 43، وكثر خيرهم ونشكرهم ونشكر كاع اللي عاونونا. كنت نعاني من البواسر، ما نمشي ما نقعد. بعد ما استعملت إيمو براو اللي يناسب المرأة الحامل، صبت راحتي وطمنت على صحة البيبي ديالي. ما كاين نزيف، ما كاين ألم. إيمو براو، جان براو. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.